مع ارتفاع حدة الأزمة المرورية التي تشهدها شوارع العاصمة، خصوصا مع ترجيح ازدياد عدد السيارات في فصل الصيف من 1,200,000 سيارة إلى ما يقرب 2,000,000 سيارة، وأكدت أمانة عمان وضعها عددا من الخطط للتخفيف من تلك الأزمات في مختلف المناطق. في العاصمة عمان حالها كحال شقيقاتها من المحافظات الأردنية، لا تعتبر وسائل النقل العام الخيار الأفضل للتنقل، فسوء حال تلك الوسائل وعدم انتظام مواعيد رحلاتها، علاوة على عدم قدرتها على استيعاب الأعداد الكبيرة من الموظفين وطلبة الجامعات وغيرهم من المواطنين، تجعل هذا الخيار هو الأبعد بالنسبة للكثيرين. صراحة واحد بضيع يوم كل المواصلات، تلاقي الباص بوقف وبحمل ركاب وبضل يستنى عبين ما يحمل لسه، ومش انه يعني خلص بكتفي بركاب وبمشي، لا بحمل 5-6 ركاب لسه بزيادة، وبخليك على الواقف واذا بتحكي ايش بتضايق الشوفير. وفي الوقت الذي تعالت فيه الاصوات المطالبه بايجاد حلول ناجعه للتخفيف من الازدحامات المروريه والتوجه نحو استخدام وسائل النقل العام لتكون بديلا عن مركبات المواطنين، يتساءل كثيرون ما اذا كان بامكان اي موظف الاعتماد عليها في ظل ما تعانيه من مشاكل. تستنى بالتاكسي سنه عشان تطلع دوامك، انا واحد من الناس متاخر على دوامي، كمان ربع ساعه راح يبلش دوامي. أمانة عمان الكبرى أكدت أنها وضعت خططا لتطوير وزيادة أعداد وسائل النقل العام هذا الصيف لإعادة ثقة المواطنين فيها، خاصة وأن ملايين المركبات العامة والخاصة تجوب شوارع العاصمة يوميا، ما أدى إلى حدوث حالة من الإرباك المروري في غالبية شوارع العاصمة. اعترفنا أن هنالك تقصير، اعترفنا أن هنالك نقص، اعترفنا أن هنالك سوء تخطيط مبكر لمثل هذه الأمور، اعترفنا بكل ذلك. تكتيكيا وليس استراتيجيا لفترة الصيف راح تنزل 400 سيارة المتميز، منها 100 كهربائية توصيلة بنص ليرة في أي مكان، والهاجين ب 75 قرش في أي مكان. مجلس النواب وبوصفه بيت تشريع القوانين في الأردن بات مطالبا أكثر من ذي قبل بإعادة النظر في جملة قوانين تختص في هذا الشأن، خاصة قانون النقل العام وقانون السير. نحن بحاجة إلى إعادة نظر في جملة من القوانين المتعلقة بالنقل، سواء النقل العام على الطرق أو بنقل الركاب أو حتى بقانون السير، وهذه الفوضى التي تشهدها شوارع عمان في الواقع يعني فوضى تستدعي تدخل فوري ومباشر من قبل كافة الجهات المسؤولة. احنا في مجلس النواب 17 تقدمنا باقتراح بقانون لإعادة النظر في قانون السير، وهو الآن على الأبواب، في اعتقادي أن الحكومة ستدفع في هذا القانون. كثيرون يرون أن أصحاب القرار أحيانا يبحثون عن حلول تقليدية وتجميلية للتخفيف من الازدحامات المرورية في عمان، وما يزيد الطين بلة بحسب الكثيرين هو أعمال توسعة بعض الطرق وصيانتها خلال أوقات الذروة، ما يجعل المرور في هذه الشوارع مشقة يصعب وصفها. فبحسب الدراسات التي أجريت مؤخرا، فإن نسبة الزيادة السنوية في أعداد المركبات في الأردن تصل إلى 20%. رعد بن طريف، رؤية.